إلى رئيس المراجع وكل المشكلين للمجلس الوطني للمقاومة المؤلف من 27 عضوا منهم الفقيه محمد البصري وعبد الرحمن البوسي وعبد الله الجندي. وحصل أن نال المرء استقلاله وكسب عباس القمح المخزني طلب الى الكبر ورفاقه الى الخروج هارما الى الجزائر بالكامل من الجزائر لسنه 1832 وبقي في الجزائر الى خروج مارس من سنه 1863 وصدر في حقه اكثر من حكم في اكثر من قضيه بسبب التزامه المبدئي والاخلاقي من بينها الحكم عليه بالاعدام اجراميا فيما عرف بمؤامره يونيوس 1863. لكن مع ذلك استمر بالانتصار والتفاؤل مع الاحداث السياسيه التي عرفتها الساحه السياسيه المغربيه المستعيله في تلك المرحله العصيبه من تاريخ المغرب وخصوصا احداث 23 مارس 1965 وفي الشهيد مهدي البركه يوم 29 اكتوبر من نفس السنه. وكان من تداعيات ذلك إطلاق حركة قومية يسارية عرفت باسم حركة تحرير مصر في أواخر الستينيات من القرن الماضي، حيث نشط إعلاميا في مناظر عربية صغيرة من جاليس ومن عواصم أخرى سواء في القاهرة أو بيروت أو بغداد ودمشق وطرابلس، ليظهر في السبعينيات منظرا إعلاميا من فرنسا يحمل اسم الحركة التي أسسها تحرير مصر. وظل يمارس عمله السياسي في المنفى معارضا للنظام الحسن الثاني حتى صدور عقد عنه من الملك راحل، فكانت عودته الى المغرب سنه 1981 معلنا عن عودته للعمل السياسي والحزبي من داخل المغرب، فاسس منظمه العمل الديمقراطي الشعبي التي اصبحت حزبا سياسيا وطرفا به يظهر جريده ناطقه باسمه هي جريده انوار. وبعد عام انتخب نائبا برلمانيا عن اقليم الشوفة اتباعها ليبدأ مسيرة انتقالية داخل المؤسسات. كان رفيق الحكيم بن سعيد احد المساهمين الاساسيين في تاسيس الكتب الديمقراطية عام 1992 وفي توحيد شباب اليسار سنة 2002 لتاسيس حزب اليسار الاشتراكي الموحد، وفيه تخلى عن منصب الامين العام واكتفى بموقع رئيس شرفي للمجلس الوطني. محمد السعيد الكبير بلسان ملكيه من إدارة الحمالة الكبرى نظير مساره السياسي والإداري، ويعد هذا الإنسان هو الرابع من حيث تصنيف درجات الأنظمة الملكية المغربية، ويمنح لمكافأة الأشخاص الذين قدموا خدمات متميزة ذات طبيعة مدنية أو عسكرية. ويشهد محمد السعيد الكبير بعده شهيدا للقضية الفلسطينية، وكان من الرموز المشهور لهم بدعم القضايا العالية للشعوب وفي طبيعتها قضية الشعب الفلسطيني في جزائره ضد الاحتلال الصهيوني. وعرض الراحل بشدة قرار الحكومة المغربية تقبيع العلاقات مع إسرائيل عن الأجانب والسود، ووجه وقتها نداء للشعب المغربي يدعو فيه برفض كل أشكال التطبيق، واتسمت مداخلاته بالجرأة والشجاعة ومناقشة قضايا الطابوات، فكان أول سياسي مغربي في اليسار الراديكالي، حيث أن الدفاع على المساواة بين الجنسين ليست طرفا أو ممارسة سياسوية عند رجل، بل هي قناعة يمارسها في بيته متأثرا في ذلك بمسارات نسائية ثورية وعلى رأسهن الفقيدة فاطمة المريسي. فاطمة المريسي هي كما رأينا العالم معروفة بعلمها بثقافتها بنظافتها بنزاهتها، وأنها هي أول امرأة عندها ثقة في نفسها تخدم وطنها تخدم المواطنين. ومع وضيع الديمقراطي من سنة 2011 وداعا أيها الرفيق العزيز، وداعا أيها القائد البتال،
الغلماء الأمم مقاوم الاستعمار الفرنسي والإسباني والمناضل من أجل دمقراطة الدولة والمجتمع والمدافع عن القضية الفلسطينية وقضايا الشعوب المستضعفة وكذلك عن حلم المغرب الكبير. فرفاقك القابضون والقابضات على الجمر مطالبون بعد رحيلك بالإيمان والصدقية في الفكر والسياسة والتنظيم وبإيجاد صيغ وأساليب نظامية مبدعة مبادرة على نهج حكمتك الراسخة لإحياء خط اليسار الجديد المتجدد والذي ينتح قيمته ونبراسه من قيمك وشجاعتك وطموحك الخالد والمتجدد. وإننا على دربك لسائرون. شكرا للاستاذ عالمي الذي تحدث في بدايه هذا اللقاء باسمي رجل منظمه لحفل التأبيد والفروع لشركتي فيه. سي محمد بن زيد تيدر في شهاداته وفي لقاءاته كان يفسح مجالا كبيرا للحديث عن التاريخ. والراجل اللي غادي يتكلم دابا تقاسم اول التاريخ مع سي محمد السيد. هو كتب كتابا مهما سميته سماه الاسرار من بحرنا. ونحن في الطريق ساله احد الاصدقاء قال له واش كان محمد شخصيا وقبل ان تصل له اصدار ومبادرات ونضالات سي محمد من حتى الناس. غادي نشدوا معكم انا متاكد ان شهاده الطالب ستكون مهمه وشيقه. أطلبكم المثقف الرجل الفاضل المحترم صاحب الأسرار من محلها الأستاذ محمود الطالب سعودي. تفضل سي محمود. جئت إليكم من ضواحي تجنيت أحمل إليكم التحيات، تحيات قرية بنعمان المجاورة لقرية سيدي بوعبدلي. قرية بنعمان إحدى المراكز العلمية الأدبية لسوس العالمة، أين درس في بداياته العلامة المؤرخ رضا الله المختار السوسي. وتحيات من سيدي بوعبدلي المركز العلمي الذي رعاه العلماء الأدوزيون، أين درس محمد بن سعيد أيدي الدر، وأين رافقه المختار السوسي باعتباره أحد أبناء مريدي الطريقة الدرقاوية، متجها به نحو مدينة الرميل نحو مدرسة الرميلة بمراكش ليخرجه من الظلمات إلى النور كما عبر مرارا أخونا محمد بن سعيد الشتوكي. أيها الأصدقاء، عشق وتمت موافقته بواسطة صديق الكبير الأخ أحمد حبشي مدير مركز بن سعيد، إلا أنه في آخر لحظة اتصل بي ابنه الأخ عثمان طالبا تأجيل الموضوع.
وسيقول المرحوم بن سعيد أول ما تسلم النسخة بعد الطبع من طرف الأخ حبشي وتواعدنا على الالتقاء به في بيته قادما إليه من تزنيت قبل أن إخباره بمجرد وصولي إلى البيضاء. وصلت يوم الأحد تم للقائه يوم الثلاثاء إن أمكن، وهو اليوم الذي نقل فيه إلى المستشفى. والليلة ونحن نؤبنه أود أن أقتضب لكم شذرات عن علاقة التاريخية الحميمية معه. لما كنا تجاوز 10 سنوات حين رافقني والدي مسعود الطالبي إلى هشتوكة للدراسة في إحدى المدارس العتيقة قادما إليها من مدرسة بن عمان المجاورة لمدرسة سيدي بوعبلي بضواحي تزنيت. كان والدي دوما يحرص على اختيار الأستاذ المناسب الذي له باع في المعارف وحنقة في التدريس. قام بتحفيظي قصيدة شعرية لإنشادها أمام أستاذي الجديد محمد العاتق الإلغي، إذ كانت من إنشاء شقيقي محمد بن مسعود الطالبي وهو يودع صديقه العاتقي بعد انتهاء دراسته بمراحل. محمد بن سعيد الشوقي وأخبرني أننا سنكون ضيفين على والده سعيد بيت الدر وهو تاجر منتسب للطريقة الدرقاوية. قضينا الليلة بيت منصور عند شخص مهاب ذي لحية طويلة وكثيفة لا تضاهيها إلا لحية والدي. مر الشهور وأنا طالب في المعهد الإسلامي بتلودانت، وذات يوم ستغلق أبواب المعهد ويدعى جميع الطلبة إلى القاعة الكبرى للاستماع إلى محاضرة حول واقعة الزيوت المسمومة التي اهتز لها المغرب سنة 1959. وكان المحاضر هو محمد بن سعيد الشتوكي الذي سيعرف فيما بعد بعيد الدر. هاجمت صحافة حزب الاستقلال منظم المحاضرة الأستاذ عمر الساحلي المتوكل والمحاضر محمد بن سعيد بدعوى أنهم يقحمون الشباب في العمل والذي تجمع عائلتي معه أواصر صداقات علمية وعائلية، بل سبق لهذا الأدوزي أن تزوج شقيقتي ربيعة ثم طلقها إذ عرف عنه أنه مزواج المطلاق. في إحدى زيارات المختار السوسي لسيدي بوعبلي أفرزه بحكم العلاقة الصوفية مع والديه للدراسة عنده في مراكش، وقد أشار لذلك في الجزء الخامس من المعسول صفحة 104 قائلا، المختار السوسي يقول: وسنحرص أن نذكر من أمكن ذكرهم في أي فرصة، يقصد طلبة المدرسة، خصوصا من برزوا في ميدان الكفاح كمحمد بن سعيد الهشتوكي الذي له أخبار في الحوادث قبل الاستقلال وبعده. كما تحدث ابن أخي المختار السوسي الأستاذ لسان الدين عبد السلام في مذكراته سيرة علي صفحة 47 عن الفترة التكوينية لابن سعيد ورفاقه تحضيرا لإدماجه في السلك النظامي لجامعة ابن يوسف. يقول ابن عم مخصوصي: وكان عمي فقيه سنة 1948 مجموعة تتكون من 13 طالبا مرة واحدة، فبالإضافة إلينا أنا وأخي حسن كان معنا سيدي محمد بن مسعود المعدري، يقصد شقيقي، وسيدي عبد الله الروداني يعني المؤرخ معروف، وأحمد والسحمد العدوي والد زينب العدوي، والسي محمد بن سعيد أيت الدر. وتقول في فقرة أخرى: أما السي محمد بن سعيد أيت الدر فكان يسكن في فندق السموح في المواسي، وكان السي محمد بن سعيد أيت الدر أول طالب من طلبة الفقيه السوسيين يلبس لباسا عصريا، ولكن خارج المدرسة وبعيدا عن أنظار الفقيه، وكانت النعمة ظاهرة عليه إذ كان أبوه غنيا وينفق عليه بسخاء. وكان عمي فقيه قد وجده في مدرسة سيدي بوعبلي بأيت برايين لما زار محمد بوراس فقيه الفيقي ملاعب السام الجبلي عمر الساحلي
الفقيه البصري الحبيب الفرقاني العربي بن ناجم، وينخرط معهم في العمل النضالي لمواجهة المستعمر الفرنسي، وسيكون أستاذ هذا الجيل في التوجيه والتكوين الأستاذ عبد الله إبراهيم. وبعد الاستقلال سيتعهد بالجنوب بالتنسيق مع البصري لقيادة جيش التحرير، وسيتعرض مرارا للاعتقال ويخضع للمتابعة الدائمة، مما أدى به للاختفاء عن الأنظار والالتجاء للجزائر، ولم تتح لي قط فرصة التعرف عليه والالتقاء المباشر به. وانقضت سنوات لأجد نفسي منفيا، وكان أولى لقاءاتي في باريس مع الفقيه البصري وعثمان بناني سهر مهدي بن بركة ومحمد بن سعيد أيت الدار. كانت لي جولات حواري مع الرفيق بن سعيد، وحدثني مطولا عن تجربته المريرة مع الفقيه البصري وقيادة الاتحاد الوطني للقوى الشعبية التي انحازت لترجيح كفة الفقيه بشأن الخلافات القائمة بين الاثنين. أصررت على العمل من داخل الاتحاد الوطني وأصر على العمل خارجه، وسرعان ما تطور اتجاهه لسان حال تنظيمه المستقيم. حرص بن سعيد على المشاركة في كل المنتديات وحتى اللقاءات الطلابية بدل المغرب، باعتباره طالبا مسجلا في جامعة السوربون بعدما أنهى دورات تكوينية لتعلم الفرنسية. وأخبرني ذات يوم أنه سجل نفسه لتعلم اللغة الإنجليزية، اعتنى بتثقيف نفسه وتأطر وتفاعل مع الفكر التنويري للشباب وتغير قاموسه السياسي. ومن لطائفه وهو يتابع دراسة تكوينية في مدينة ديجون الفرنسية أن كانت لي زيارة لهذه المدينة رفقة مناضل اتحادي للالتقاء بأطر اتحادية جاءت إلى فرنسا مستغلة فترة الصيف للالتحاق بدورة تكوينية لتعلم اللغة الفرنسية وتحضير لقاء مباشر له مع الفقيه البصري في باريس. أخبروني أن معهم جزائريا اسمه خالد قدم له نفسه على أنه من جنسية جزائرية، لكنه يعرف الكثير عن الوضع السياسي في المغرب. ولما التقينا جميعا كانت المفاجأة إذ علموا أنه مع بن سعيد أحد قادة جيش التحرير المغربي وأنه منفي سياسي. كان من الصعب على بن سعيد أن يخفي نفسه عنهم لأن لكنته الأمازيغية لازمت طيلة حياته في حله وترحاله. أحتفظ بذكريات معه لا تنسى، أذكر ضمنها عملنا المشترك لإصدار بيان قدماء المقاومين وجيش التحرير اللاجئين في الجزائر وتوضيح موقفهم من قضية الوحدة الترابية للمغرب. أتذكر كذلك ندوات داخلية بين حركة الاختيار الثوري ومنظمة 23 مارس لتحضير الوحدة والاندماج التنظيمي بعد الانسجام الفكري وتطابق أغلب المواقف السياسية، وهو الإنجاز الذي فقد بذلنا جهوداً أنا والرفيق عبد الغني بوستسريري لوضع الفقيه أمام الأمر الواقع بضرورة المصالحة مع بن سعيد لينتقل التنظيمان إلى مرحلة أعلى في التنسيق والتحضير العملي للوحدة. أتذكر أن اللقاء المصالحة بين الفقيه البصري وبن سعيد تم في بيت عبد الغني بوستا في منطقة فري، حضره كل من الحبيب طالب ومصطفى مزداد ومحمد المريني عن منظمة 23 مارس، ومن طرفنا في حركة الاختيار الثوري أحمد طالبي محمد توزاني عبد الغني بوستا. وكان من لطائف هذا اللقاء أن البصري وبن سعيد لما التقيا وجدنا أنفسنا جميعنا الهامش، لأنه من فردا ببعضهما في حميمية خاصة يستفسر الفقيه عن الأصدقاء والرفاق المشتركين وذكريات الماضي المشترك عما الابتهاج لأننا أنجزنا عملا هاما. بعد الرجوع إلى المغرب كان بن سعيد من المستقبلين لي رفقة الرفيق العزيز مصطفى مزداد شفاه الله في التحرير بمعهد الاتصال وعلوم الإعلام بمراكش الذي كنت من المشرفين عليه، واستطاع بن سعيد شد الجمهور إليه ببساطة أسلوبه وسلاسة حكيه. وتقرر اللقاء في بيته بحي البديع بمراكش انصب على الحديث عن المشروع الوحدوي اليسار، وقد ارتأيت نشر مضمون حوار ثنائي في إحدى المجلات الرصينة خلال الأيام القادمة، وهو آخر حوار ثنائي بيني وبينه تم قبل كوفيد في شقة
خلف فندق كمال بأكادير، حوار أكادير، في شقة صغيرة مؤتة بكنبيات وحول مائدة طافحة بقطع الشوكولاتة وحبات اللوز. تم اللقاء، طرق الباب أحدهم، تقدم السي محمد استقبال القادم، ولن يكون إلا أخاه، قدمه لي وعلقت مداعبا، والسي بن سعيد يحب المداعبة لما تكون جدية، وعلقت مداعبا: أنا في الحقيقة لا أعرفكما، بل أعرف المرحوم والدكما أي تدر، وحكيت لهم علاقة والدي بوالدي. حينما ركنت إليه وركنا على حصصهم في وئام وتآخٍ، كانت لي رغبة مريحة في الاستماع إليه وإطارة بعض النقاط المستعصية علي فهمها. حكى عن ذكرياته مع المختار السوسي الذي أخرجه من الظلمات إلى النور، فهو الذي ساعده على فتح أعينه عن المدينة، وعن ذكرياته مع أستاذه إبراهيم بن عبد العزيز الأدوزي حين التقى به بعد عودته من مراكش، لامه قائلا: سمعت أنك تركت الفريزي، أنك خليت الفريزي، والفريزي هو شعر الرأس، وكان مستهجنا لدى البعض ترك شعر الرأس لطالب علم، وكان الجاري به العمل هو حلق الرأس وترك اللحية. ثم تحول الحديث إلى معاناتي في الجزائر قائلا: كنت ممن عانوا وتعذبوا على يد المخابرات العسكرية. ثم تحدث عن جريمة اللاجئين في الجزائر وعن لقاء الأخير لوداع المسؤولين في الدولة الجزائرية قائلا: اقترحت على مولاي عصام الجبلي توديع الكورنيه الرومان، وكان وقتها مسؤول علاقات الدوليه، شكرته على الاستضافه في بلدهم، ثم شرحت له ان صراعهم المفتوح مع الملك الحسن الثاني في قضيه الصحراء غير صائب، لان قضيه الصحراء اليوم تترقى الحديث تجربه الاتحاد وخلال فتره وعن مؤامره 1963، هل هناك كانت هناك مؤامره ام لا. انتقلت به إلى استفسار عن موضوع اعتقال المنادي في قضية محاكمة مراكش، وقدم لي توضيحات مفاجئة ليس الوقت مناسبا لصدها. ثم انتقلت إلى موضوع اعتقال عباس المسعدي، أوضح لي أن المهدي من بركة لا صلة له بالاعتيال، وأن عام عملية من تدبير الجهات في الدولة وشخص المعنيين، وأن هدفها هو خلق بلبلة وظروف مواتية لحل جيش التحرير وإطارة نعرات قبلية تمهيدا لتأسيس حزب الحركة الشعبية. هكذا انقضت سويعات البوح، ابتدأت من الساعة 6 وانتهت في 11 ليلا، وكان الأمل البحث عن فرصة جديدة، ثم كان الكوفيد اللعين الذي حال دون التواصل المباشر. حديث المكالمة كانت لي معه آخر مكالمة امتدت حوالي ساعة، أحسست به بحاجة للتواصل بالحديث، بل وألح على استمرار التواصل والعلاقة. كان هدف، فبدأوا يبعدونني عن لقاءات الأحزاب والبروتوكولات، ظنا منهم أنهم يعاقبونني، وفي الحقيقة هنوني. كففنا عن التواصل من الكوفيد، ولم يتأتى لي اللقاء معه إلى لقاء الوداع حين كنا في ذكرى وفاة رفيق الدرب الحسن زغلول، وكنا بمعية رفاقي الأخصاء ورفيق الجليل الفقيه العزيز إبراهيم ياسين. كلمة أخيرة: ابن سعيد رجح ميزانه وطفح كيله بين باقي السياسيين التقدميين، لأنه بقي يمارس العمل السياسي بروح المقاوم وبروح المتصوف، فكان ذلك مصدر قوة رأيه السياسي، بقي صامدا وعنيدا يلقم الخصوم دون صراخ ولا ارتعاج. ولو كانت لنا نخبة قيادية من عياره لا تغير وجه المغرب. ويوم التشيع كان لي إحساس أن هناك من شارك للالتفاف حول الماضي المجيد. فبينات وشكرا. شكرا السي قلبي، شكرا لك بزاف على هذه الشهاده المهمه وعلى الجمله القويه ديال ان محمد بن سعيد يتدر بقي يمارس السياسه بروح المقاوم والمتصوف.
هذا البورتري الرائع والجميل هو من رسم السي نور الدين بن رزوق الكاتب بن زروق عفوا الكاتب ديال الحزب الاشتراكي الموحد بإسبانيا، وهو ليس مناضلا ورساما فقط بل شاعرا أيضا، وستأتي الفرصة للحديث عن مواهبه بل لمشاهدتها وإبرازها، وإلى جانبه رفيقته في الحياة وفي الحزب الأستاذة زهرة البنوني، مرحليا جسورا وأستاذا ومربيا فاضلا في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وفي المعهد العالي للصحافة. والحقيقة أنني من الشباب المحظوظين الذي تقاسمت معه فضاءات الحزب وفضاءات المهنة، فكان نعم المربي ونعم الموجه. أترك الكلمة للسي كريمي لأنه تقاسم كثيرا من الأشياء مع الأستاذ بن سعيد والتي سنسعد بسماعها اليوم. تفضل السي كريمي. في انتظار وصوله غادي نقول أصعب ما يقترح على مسير أو مدبر للقاء أو ندوة هو يذكر الناس بالوقت أمام قيمة الشهادات. فنتمنى أننا نلقاو شي ميزان اللي يكون فيه وقت يأخذ بعين الاعتبار إجراءات تنظيم، ولكن أيضا ألا يبخس الشهادة حقها. سي علي كريم. السلام عليكم. بداية أود أن أشكر الإخوان في فرع الاشتراك الموحد بل فروع حزب الاشتراك الموحد على تنظيم هذا اللقاء التعديني لأحد رموز الوطنية المرحوم الأستاذ سي محمد بن سعيد أيدي الدرع. في الحقيقة يصعب كثيرا أن أفي الرجل حقه، وخاصة بعد المرافعة التي قدمها الأستاذ الطالبي المسعودي، يعني جاء بتفاصيل كل ما يمكن أن يقال حول الرفيق سي محمد بن سعيد تاريخيا، انطلاقا من مدرسة سيدي محمد الشيشاوي التي تحدث عنها، التي كانت في قرية في قبيلة لها مدرستها العتيقة التي يتعلم فيها الأصول العلمية المتون وغيرها، يعني كل قبيلة تتكفل بهذه. وسي محمد بن سعيد من خريجي هذه المدارس أولا قبل أن يسعفه الحظ وتسعفه ظروف العائلة كذلك، لأن سي محمد بن سعيد كثير ما يظن الناس أنه من عائلة فقيرة. يمكن أن أحكي لكم قصة تتعلق بأبيه، كان مقترح عليه أن يدخل طرفا، أن يساهم في رأس مال شركة ستان وقتها، وهذا يعني ما يعنيه أن الرجل من الطبقة الثانية بين قوسين في بادية سوس. فسي محمد بن سعيد باختصار أنا سأتحدث عن علاقتي به، وسأنطلق من لحظة جوهرية وأساسية. لا أعرف سي محمد بن سعيد، ولكنني في لحظة الاعتقال، في فترة الاعتقال، في لحظة اجتتات أعرفه بالاسم، أعرف عائلته، ولكن هكذا علاقتي به غير حاصلة. فعانيت كثيرا وتحت التعذيب، إلى حد أنهم نقلوني إلى المستشفى، أولا لضعفي، يعني لست لا أتحمل هذا التعذيب القوي، ونقلت إثراء إلى المستشفى. أحكي هذا لأبين أن حتى علاقتي ببن سعيد إلى حدود تقريبا 81 ما كانت قائمة، ربما يجمعنا تنظيم سياسي سري، نعم، وأنا لا أعرف أنه حتى
من المنتمون لهذا التنظيم، لأن أنا أعرفه كاتحادي. فبالتالي إذا هذه العلاقة ولا ما عانيته من أجل اسم محمد بن سعيد تحت التهديد شيء لا يطاق. عودة سنة 1985 لقاء من أجل التشاور حول من سنرشح، وهذا تجري دائما في إطار النقابي، من سيمثل النقابة الوطنية للتعليم العالي في أجهزتها، الجهاز التنفيذي، المكتب الوطني. فكان الأستاذ محمد بن سعيد شدد على أن أكون أن أترشح أن أمثل الحزب في هذه، وكنت أتهيب من هذه المسؤولية، ونحن دائما نتهيب من المسؤوليات من هذا القبيل. ليس ذاك الزمان مثل هذا الزمان الذي يتصارع فيه الرفاق على ترشيح للانتخابات وأخذ المسؤوليات. تهيبت من هذا وسأتهيب مرة أخرى في انتخابات 1993 حينما رشحني الحزب، ورفضت أن أترشح في أكادير على الأقل لكي نحمي كرامة وجه الحزب، لأني أظن أننا لم نحصل حتى على 1000 صوت. وقلت له 400 أو 500 صوت هذا غير مجد لا للحزب ولا لي. فتم ترشيحي في ظل تحالف الكتلة، حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكنا منافسين حقيقيين إلى حد أن الصحافة وقتها تقول أن مرشح منظمة العمل الديمقراطي الشعبي سيحدث المفاجأة. فجرت الانتخابات، حصل الحزب على كل حال مع ما قيل فيها 7652 صوت. فجئت بهذا لأبين أن علاقتي بابن سعيد ونظرة ابن سعيد يعني كانت ثاقبة، ويعرف الميزان الذي يمكن أن يزن به ابن سعيد والتوجهات حزب منظمة العمل الديمقراطي وقتها، لأن هذه الوحدة جريدة الأنواع أخذت مكانتها كجريدة لها قوتها في الساحة الإعلامية المغربية. وبالتالي كل هذه الشروط ساعدت على إحداث هذا التحول وهذه التطور الذي على. يمكن أن أعود على لحظة أخرى، اسمحوا لي بسرعة لأن هذه مجرد خواطر. هي لحظة 1996، هذه اللحظة لابد أن أشير إليها. اختلفت مع السي محمد بن سعيد، كنا ثلاثة على شاطئ أكادير في صيف، ذات صيف نتنسم حوالي، كان الوقت بعد العصر بمعنى في الخامسة والسادسة، وكان النقاش سعيد، كنت أنا والرفيق المرحوم بن سعيد الصغير برحب، وطبعا أحد المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كان موضوع الهاتف، موضوع المكالمة، هو أن التصويت ستجتمع عفوا اللجنة المركزية للبت في المشاركة وعدم المشاركة في التصويت. فأصبت بضواري، كيف يمكن لحزب صغير ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، ليس صغير ليس من حيث، كبير من حيث الأفكار التي يحملها، كبير من حيث تأطيره للجماهير، كبير من باعتباره الريح التي تتنفس عبرها الكتلة الوطنية، الكتلة الديمقراطية في الجماهير، يعني قوة الحزب. كيف لنا نحن
أن نسبق الأحزاب السياسية الوطنية، الاتحاد الاشتراكي وما أدراك ما الاتحاد الاشتراكي وقتها، وحزب الاستقلال، حلفاؤنا في الكتلة. يجب أن ننتظر موقف هذين الحزبين وبعدها نتخذ موقفنا. يمكن أن يكون معارضا، لا ضير في ذلك، إن كانت الأغلبية قد صوتت لعدم المشاركة في التصويت إلى آخره. فعلى كل حال كان هذا موقفي، وكنت أحثه على أن يؤجل، أن يعمل على تأجيل اجتماع اللجنة المركزية الاتخاذية. كان ديمقراطيا، عرض الأمر على اللجنة المركزية فحصل ما حصل في قاعة أنوال الشهيرة ومستر سليمان، تعرف ذلك، والآخرين من الرفاق الآخرين. اللحظة الثانية التي أنا أبين هنا صدقه وديمقراطيته وروحه الديمقراطية، اللحظة الثانية هي لحظة 1998 بالضبط 98، والمشاركة في الحكومة. مرة أخرى يحصل ذات الشيء، اجتمعت اللجنة المركزية لتلاحظ كيف أن الرجل يعني ديمقراطي حتى النخاع، كيف اجتمعت اللجنة المركزية وكانت الأغلبية 45 تقريبا ضد المشاركة في الحكومة، بينما كان 14 صوتا مع. ومع ذلك لم يمارس سلطته، بل خضع لرأي الأغلبية، وهذا ما يدل على أن الرجل ديمقراطي حتى النخاع ووطني حتى النخاع. فسي محمد بن سعيد رحمه الله رجل بسيط يقدم، وقد تحدث على ذلك الأستاذ طلبي السعودي، كان هو الذي يخدمنا ونحن ضيوفه في اجتماع من أي اجتماع من الاجتماعات، خاصة في بيته في أكادير الصيف. يعني هو الذي يهيئ الشاي والقهوية، يعني يقوم بكل شيء، ولا يقبل بأن يحل محله شخص، أن يخدمه الآخرون، هو الذي يخدم الناس. وهذا من حسنات هذا الرجل ومن شيمه التي الوطنية. بغض النظر عن التحولات التي عرفتها اللحظة، لحظة 75، تحولات كبرى دولية، ولكن حس الرجل 75 74 75 حس الرجل الوطني جعله يدفع في اتجاه أن وحدة المغرب مقدسة، وأن ما قدم من تضحيات ومن دماء للمواطنين المغاربة لجيش التحرير بالخصوص الذي كان مؤطره السياسي، يعني جانب السياسي في جيش التحرير، المسؤول السياسي عن جيش التحرير، يستحيل على رجل من طينة سي محمد بن سعيد ووطنيته أن لا يسير في هذا الاتجاه، ويوجه مجموعة الشباب الذين كانوا معه في هذا الاتجاه، خاصة وأن سي محمد بن سعيد أيضا في الداخل. كل المسؤول القياديين في هذا الحزب، ومنهم من درس معنا أو معي شخصيا في الثانوي، فهؤلاء جميعا جلبهم سي محمد بن سعيد، إما للدار البيضاء، إما للجنوب في أكادير تارودان إلى آخره، حيث أنه قام وقتها لما كان مسؤولا سياسيا بهذا العمل الذي يحسب له. من بين المسائل الأخرى التي لم أذكرها، هو خلال الاعتقال، هي مسألة مرتبطة بجريدة الحرية التي كانت معي أعداد منها،
وظن المحققون أن هذه الأعداد حصلوا عليها من طرف دائرة بيوغرام، لأن وقتها كانت الدوائر الانتخابية في سنة 84 هي دوائر إقليمية، يعني تقريبا ماشي إقليمية ولكن يعني دوائر محلية كبيرة جدا. استطاع السي محمد بن سعيد أن يفوز بمقعد هذه الدائرة جدارة واستحقاق، ولكن السلطات وزارة الداخلية كانت ضمن الدوائر، بل هي إن شئتم آخر دائرة يتم الإعلان عن نتيجتها، وهذا يدل على ما عليه. يرحم الله هذا الوطني الغيور سي محمد بن سعيد الذي ترك بصماته سواء على المستوى الكتابة والتأريخ لحركة جيش التحرير والمقاومة، خاصة عبر مؤلفين، وبخصوص المؤلف الذي يتعلق بجيش التحرير في الجنوب، وحتى المؤلف الذي تحدث فيه عن هكذا تكلم محمد بن سعيد: لقد ودعنا هذا الوطن الكبير شيخ اليساريين الذي لعب دورا أساسيا في وحدة اليسار، انطلاقا من الوحدة اليسار الاشتراكي الموحد وصولا إلى حزب الاشتراكي الموحد، انطلاقا من جمع ذاك الأخبي تلك الجزر